وأن الاعتداء على المساجد البارحة هو هنالك عناصر مندسة تريد زرع الفتنة والحرب الطائفية، ولكن الحمد لله هنالك علماء أكفاء والمرجعيات والسادة كلهم حرموا هذا الشيء. والله هو تفجير الإمام علي الهادي عليه السلام والحسن العسكري عليهم السلام، هذا اعتداء غاشم ما يخص بس الشيعة ولا يخص السنة، يخص جميع المسلمين. هذا الاعتداء يولد فد حالة طائفية.